السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الباشمهندس إبراهيم عاشور إبراهيم، مدير ومؤسس منصة علماء المستقبل. يتجدد اللقاء مع حضراتكم على منصتنا في المحاضرة الثالثة في كورس الكتابة العلمية والنشر الدولي بعنوان ما هي مكونات الورقة البحثية وعوامل الكتابة الناجحة للدكتورة ضحى أحمد إبراهيم، باحث اقتصادي بالمركز القومي للبحوث. زي ما عملنا مع حضراتكم في المحاضرات السابقه، هيتم تسجيل المحاضره ان شاء الرحمن، ونرفعها على لينك المجموعه ان شاء الرحمن. وبالنسبه للاسئله باذن الله هيتم تسجيل لينك الاسئله، ولكن مش على الشات النهارده، هتبقى على الجروب ان شاء الرحمن. وبالتوفيق للجميع. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. تشرفت بوجودي في وسطكم، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة الحضور. تصحيح بس، هو أنا باحث اقتصادي بمركز البحوث الزراعية ولست بالمركز القومي للبحوث. عنوان محاضرتنا اليوم عن مكونات الورقة البحثية وعوامل الكتابة الناجحة تحت رعاية منصة علماء المستقبل. مقدمة. طبعا احنا بنتكلم على الأوراق العلمية، وبتندرج تحت البحث العلمي. وأهمية البحث العلمي طبعا لا تخفى على أحد الآن، إن البحث العلمي هو أهم أسباب تقدم الدول دلوقتي، وأهم أسباب الاستدامة في أي أهداف إحنا بنضعها في التنمية أو لرسم الخطط أو المشاريع. فالبحث العلمي هو وسيلة تقدم الأمم وخدمات وخدمة قطاعات الدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. ويعرف البحث العلمي بأنه أداة اكتشاف الحقائق وتحليلها وتنظيمها وترتيبها كي تصبح واضحة، سواء في الفهم أو في التطبيق. أنواع الورقة العلمية. عادة أنا بسمع دايما كلمة الأوراق البحثية، الأوراق البحثية على كل أنواع البحوث. الحقيقة أن الورقة البحثية هي مجرد ورقة، بمعنى أن هي فكرة. أما ما نحن بصدد الكلام عنه هو إما بحث أو رسالة أو أطروحة، هذا ما يستخدم أو يطبق في البحث العلمي. أما كلمة ورقة بحثية فهي مجرد فكرة علمية لم توضع قيد البحث. أنا حبيت أحط النقطة دي للتوضيح عشان فيها خلط جدا كبير قوي في الموضوع ده. يعني مثلا لو هناخد مثال عشان أوضح لكم النقطة دي، الدكتور أحمد دويل سنة 99 أخذ جايزة نوبل. طبعا اخذ جائزه نوبل عن بحثه في الكاميرا اللي عملها اللي كان بيصور فيها الجزيئات بما يعرف بالفيمتو ثانيه. قبل ما يطبق دوت كان تقدم بما يسمى بالورقه البحثيه. الورقه البحثيه دي تقدم بها سنه 89 لمجلس العلوم في والبحوث في الولايات المتحده الامريكيه، وقال الفكره، هو قالها مجرد فكره لسه ما طبقهاش. قال ان انا عندي فكره كذا، وانا بستهدف او بتوقع الاقي كذا. يعني حتى فكرته قيد ايه؟ الفكره ثم التوقع، لسه ما بحثهاش نهائي. الفكره دي درس عليها 36 رساله ماجستير و25 رساله دكتوراه. فالفكره البحثيه هي شيء عميق جدا وكبير جدا، بيحتاج دراسة فترة طويلة جدا، مش بالسهولة اللي احنا بنستخدمها سواء في البحوث او في الرسائل والاطروحات. الفكرة البحثية هي نتاج خبرة طويلة في البحث العلمي، تكاد تقترب في طريقتها من البحوث التاريخية مثلا. هي فكرة بتنشأ نتيجة بحوثي في فترة طويلة جدا، وغالبا لم يتم التطرق لها سابقا. دي الورقة البحثية. البحث بقى هو عبارة عن البحث المتعارف عليه اللي احنا بنقدمه في الترقيات بتاعتنا، فكرة علمية تم بحثها باستخدام مناهج وأدوات البحث العلمي متصلة موثقة المصادر ولها شكل وقالب محدد. الأطروحة اللي هي الرسالة العلمية هي فكرة علمية يطرحها أستاذ أو طالب في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه وفقا لخطة بحثية ولها شكل وقالب محدد. هدف الأوراق العلمية،
بتهدي الاوراق العلميه في الاساس لتقديم مستوى عالي من المعرفه. ناس مش مجرد بيتعلموا تعليم تقليدي، لا، تعليم عالي جدا، بتتصل بالنظريات والقوانين العلميه، زي مثلا في ده في كل العلوم على فكره، يعني مش في علوم محدده، في العلوم الانسانيه وفي العلوم التجريبيه، في الكيمياء وفي الطبيعه وفي الرياضه، في علم الاجتماع، في علم الفلسفه، في القانون. كل العلوم دي بتستخدم الورقه العلميه كوسيله من وسائل البحث العلمي لاثبات نظرياتها وقوانينها او افكارها او الوصول لتطبيق معين. ليه بقى؟ لا، لازم يكون عندي هدف، الاستخدام البشري وحل المشاكل، التطوير، التناوب بالظواهر. انا النهارده هكلمكم عن البحث، لان الكلام عن الورقه العلميه اضخم بكتير، والكلام عن الرسائل الماجستير والدكتوراه برضو كبير. فهنتكلم النهارده عن البحث، واذا حبيتوا بعد كده نعملوا محاضرات عن الورقه العلميه بالتفصيل والرسائل والاطروحات بالتفصيل، انا تحت امرك. البحث له خطوات. عشان اعمل بحث علمي لازم يكون عندي خطوات، لازم يكون عندي خطه بمشي بيها. انا شخص متعلم على درجه عاليه من التعليم، يبقى انا لازم يكون عندي خطوات بمشي بيها بمنهج معين، بتبدا من الفكره ثم مجموعه اخرى من الخطوات. فالبحث العلمي هو مجموعه من الخطوات بتبدا باختيار الفكره. الفكره دي نفسها ليها صفات، لازم عشان يكون عندي فكره علميه يكون ليها صفات. اولا تكون واضحه. يعني ايه واضحه؟ يعني اللي يسمعها لا يدخل اليه الخلط ابدا، لا في قلبه ولا في عقله. ما يخت... يعني انا اتحدث في نقطه معينه في الكيمياء، ما يختلطش على اللي بيسمعني ان انا يروح للفيزياء او للرياضه، لا، يبقى واضح لذهنه ان انا بتكلم في الفيزياء، في نقطه معينه في الفيزياء، يبقى كلامي واضح في انه لا يدخل اليه الخلط ابدا. مترابطه، يعني ما تكونش تايهه جايبه من الشرق ومن الغرب، لا، موضوعيه. والموضوعيه هنا دي بتنطبق يعني على كل البحوث بلا استثناء. يعني ايه موضوعيه؟ يعني ما تكونش بتمسني انا شخصيا، تكون مجرده مني، من الباحث نفسه، غير متحيزه، دقيقه. تمام. ايه كمان من صفات الفكره؟ تكون اخلاقيه، يعني ما كنش ببحث في شيء لا أخلاقي، ما كنش ببحث في شيء ضد القانون. أصيلة، رسخة، لم يتم التطرق إليها، أو تم التطرق إليها وأنا بضيف إلى الفكرة بشكل آخر، بشكل جديد، بمعنى يعني أوضح، يعني عفوا في اللفظ، ما تكونش مسروقة يعني. إيه كمان؟ قابلة للقياس، لأن أنا لو ما قدرتش أقيسها مش هقدر اطلع بنتيجه علميه، لان البحث العلمي بيبنى على القياس. في مطلوب للفكره ايه كمان؟ الفكره عشان انا يكون عندي افكار لازم يكون عندي مهارات. ايه المهارات اللي انا احتاجها عشان يبقى عندي افكار؟ اول حاجه الملاحظه. البحث العلمي مبني على الملاحظه، دقه الملاحظه. وطبعا احنا اكيد عارفين ان الملاحظه في منها انواع، ملاحظه مقصوده وملاحظه غير مقصوده، دي برضو بيتقال فيها كلام كتير، لو تحبوا اعمل لكم عنها محاضره منفصله. لازم يكون عندي قدره على الاستنتاج، يعني انا لاحظت، قاعد افكر ان الظاهره دي اللي انا لاحظتها سواء بالسمع او بالبصر، دي ادوات الملاحظه على فكره، السمع والبصر. لازم يكون عندي قدرة على ان انا استنتج الملاحظة دي بتأثر في ايه، او اسبابها ايه، او بتتأثر بايه. لازم يكون عندي قدرة على التحليل، اتنبأ كمان، اتنبأ بالظاهرة، المحل الملاحظة بتاعتي، هل ممكن في المستقبل يكون لها شكل تاني؟ هل ممكن تختفي؟ هل ممكن تكبر؟ هل ممكن هتفضل زي ما هي؟ ده اللي انا بتنبأ.
طب ايه مصادرها؟ ايه اللي يخليني انا افكر واطلع فكره ويبقى عندي القدره على انتاج فكره؟ لازم يكون عندي حاجه كمان، معرفه. مهم قوي، عشان يبقى ما انا مش بدون معرفه مسبقه مش هيبقى عندي قدره على ان انا اطلع افكار. يبقى ده مصدر من مصادر المعرفه. يبقى انا عندي ايه؟ معرفه. طبعا اول مصادر المعرفه بتاعتي التعليم. انا اتعلمت، خدت ابتدائي وخدت اعدادي وخدت ثانوي، خدت بكالوريوس، ده التعليم الاكاديمي. وفي تعليم ذاتي، يعني انا بعلم نفسي بنفسي من غير ما حد يساعدني. حاجه كمان، ان انا لازم اكون انسان مطلع. بروح المكتبات العامة، بروح المكتبات العلمية، بروح مراكز البحث العلمي. طبعا احنا كباحثين لازم نكون بنروح مراكز البحث العلمي. بطلع على بحوث، على رسائل اللي هي البحوث السابقة. تمام. واخيرا بقى، يعني وحديثا، احنا ربنا كرمنا الحمد لله بعلمية التقدم العلمي والثورة الرابعة، وهي ثورة المعلومات، شبكة المعلومات الدولية. شبكة المعلومات الدولية دي أنا بعتبرها كنز تحت إيدينا، لا بد أن نستخدمه ونستهلكه على قدر ما نستطيع، لأن هو عليه معلومات عامة، وبدأ الباحثين كلهم، كل الباحثين اللي عملوا نشاط بحثي ينشروا عليها، ودلوقتي عندنا المجلات الإلكترونية البحثية. كل المجلات العلمية دلوقتي عندها نشرات إلكترونية، بعد ما كان عندنا نشرات ورقية، لا بقى عندنا أو كتيبات أو مجلات علمية ورقية، بقى عندنا مجلات علمية إلكترونية وموجودة على شبكة المعلومات الدولية. ودي برضو ليها طرقها وطريقة الولوج إليها، ولو تحبوا برضو نعمل لها محاضرة منفصلة. الحاجة التانية بعد الفكرة، تحديد المفاهيم. لازم اكون محدده التعريفات بتاعتي. اكون اذا حددت المشكله، عرفتها، حطيت الفكره بتاعتي، لازم اعرفها. طب التعريف، ايه هو التعريف وايه هو المفهوم؟ المفهوم له 3 اشكال: مفهوم لغوي، وده المقصود بيه تفسير المعنى المقصود في اللفظ او في الكلمه. يعني انا عندي كلمه ليها مدلول عند المجتمع كله، ودي بقدر اعرف. طب انا في كلمه مش عارفه اعرفها، يعني سمعتها بس مش فاهمه المدلول اللغوي بتاعها ايه، اروح على المعاجم، المعجم اللغوي. احنا طبعا درسنا الوسيط و اخذنا يعني معاجم كتير، بس مش حاضر في ذهني دلوقتي الا معجم الوسيط. فده المفهوم اللغوي. في المفهوم الاصطلاحي. المفهوم الاصطلاحي ده عباره عن الاتفاق على مدلول معين بجماعة معينة. يعني ايه؟ جماعة الكيميائيين، جماعة الاقتصاديين، جماعة الفلسفيين، عندهم مفاهيم خاصة بيهم هم اللي بيحددوها، وانا يعني انا خارج التخصص دوت، انا باخد منهم، انا ما ضيفش فيه، ما ضيفش، اخده زي ما هو. هم اللي يحطوه وهم اللي يعدلوه او يضيفونه، هم اللي بيحددوا المجموعة، بس بتكون علمية. يعني مثلا تعريف الفلسفة، تعريف القانون، تعريف الكيمياء، تعريف الفيزياء، تعريف الرياضيات، دي مصطلحات عامة. مين اللي بيحددها؟ علماء الرياضة، علماء الفيزياء، علماء القانون. تمام. يجي يعني النوع الثالث من المفاهيم، المفهوم الإجرائي. وده المفهوم الإجرائي ده بيكون مفهوم الباحث نفسه عن الظاهرة بتاعته او الفكره بتاعته اللي هو بيدرسها، بيحط لها تعريف مستدلا بالمفهوم الاصطلاحي واللغوي. تمام. فهنا المفهوم الاجرائي عباره عن مفهوم خاص بنقطه بحثيه او فكره، محل البحث والسائد استخدامها في البحوث العلميه. ثالث حاجه عندي، المنهج. المناهج البحثيه عندي 4 مناهج بحثيه، وفي اكتر منهم على فكره، بس دول السائدين في الاستخدام. عندي منهج البحث التجريبي، وده السائد في العلوم التطبيقيه زي الكيمياء والرياضه والطبيعه. عندي منهج البحث الوصفي، وده سائد في العلوم الانسانيه زي علم الاجتماع وعلم الاقتصاد. وعندي المنهج الفلسفي، وعندي المنهج التاريخي، ودي يعني نادر، يعني ما اعتقدش تخصصاتنا البحثيه بيلجأوا لهم، يعني اللي هم الجماعه المفكرين وال بيحطوا أسس العلم، هما اللي بيلجأوا لهذه المناهج.
انا هتكلم عن المنهج الوصفي والتجريبي لان هم دول اكتر منهجين احنا بنحتك بيهم في البحوث العلميه. عفوا، منهج البحث الوصفي، وده الغالب استخدامه في البحوث الانسانيه، وله مجموعه من الخطوات. اول حاجه ان انا اعترف بوجود مشكله، لان انكار المشكله ما بيحلهاش. عشان احل مشكله لازم الاول اعترف انها موجوده. تاني حاجه احدد المشكله، احدد نوع المشكله بتاعتي واحط لها فروض. ايه هي الفروض بتاعتي؟ انا عندي مشكله وعايزه ايه الفروض دي عباره عن ايه؟ اسباب المشكله بتاعتي. انا بفترض، هي فروض ليه؟ لان انا بفترض، بخمن بس باسس علميه ان المشكله دي او الظاهره دي اسبابها 1 2 3 تمام، وموجوده في المجتمع ده، بحدد المجتمع بتاعي، يبقى المشكله وفروضها او اسبابها وموجوده فين، المجتمع بتاعها بتظهر عليه فين، هل هو مجتمع انساني ام هو البيئه او هو في بطن الارض او هو في الميه. ده دي المجتمعات اللي انا بدرسها، بدرس ظاهره في الانسان زي مثلا العلوم الاجتماعيه زي الاقتصاد مثلا، بدرس ظاهره في البيئه الانبعاثات والغازات السامه، بدرس ظاهره المناخ مثلا المياه والرياح والكلام ده كله. لازم يكون عندي ادوات للقياس المشكله بتاعتي عشان المنهج بتاعي، عشان يكون عندي فكره ادرسها علميا لازم يكون عندي ادوات للقياس. وعاده بنستخدم الاساليب الاحصائيه واساليب الحساب والاحصاء المتقدم والاحصاء القياسي، ده عشان استخدمه في تفسير مشكلتي. منهج البحث التجريبي وبتنطبق عليه نفس الخطوات المنهج الوصفي. البحث له شكل، عشان اطلع بحث علمي انتوا عارفين في حاجة اسمها الشكل وفي حاجة اسمها المضمون. اول حاجة عشان اكون مطلعة بحث علمي لازم يكون له شكل. شكل البحث العلمي عبارة عن ايه؟ اول حاجة، اول ورقة في البحث بتبقى عن غطاء البحث، ودي بتحتوي على عنوان البحث واسم الباحث وصفته والمؤسسة العلمية اللي بينتمي ليها، تمام؟ المقدمة، بعمل مقدمة عن الموضوع بتاعي. أنا موضوعي عن إيه؟ أنا بدرس في علم إنساني ولا علم تجريبي؟ بدرس في الكيمياء ولا في الطبيعة ولا في الاقتصاد ولا في الإرشاد ولا في السياحة والفنادق؟ كل دي بحوث علمية، أنواع من البحوث، وكل دي قطاعات بيحتك بيها الإنسان. فلازم أتكلم عن البحث بتاعي في صورة مقدمة، وعلاقته بما حواليه، سواء علاقته بقطاعات أخرى أو علوم أخرى، علاقته بالإنسان، تمام؟ بعد كده بيبقى عندي ملخص البحث. ملخص البحث بيبقى عبارة عن مشكلتي، مشكلة البحث، وأدواتي اللي استخدمتها، والنتائج اللي توصلت لها، والتوصيات اللي أنا بوصي بيها حل المشكلة. وده عادة يعني ما بيزيدش عن 200 كلمة. بتكلم عن أهمية البحث، هل هو هيحل لي مشكلة؟ هل هو بيضيف لحل سابق؟ هل هو ابتكار حاجة جديدة؟ هل هو وصف جديد لحاجة موجودة؟ هل هو اختراع؟ هل هو فلسفة؟ فبوضح أهمية البحث بتاعي. متن البحث بقى، متن البحث ده وهو ده الصلب البحث بتاعي. أنا خلاص حددت فكرتي وحددت أدواتي، ببتدي آخد فروضي وأثبتها باستخدام الأدوات اللي أنا حددتها مسبقا، ووصلت بيها لاستنتاجات معينة وبطلع منها بنتائج. بعد كده يبقى عندي التوصيات. أنا كنت بعمل البحث ليه؟ بشوف ظاهرة، بشوف المشكلة، أقوم أوصي بقى، أقول إن أنا عشان أحل المشكلة دي اللي أنا أثبتت فروضها ودي كان أسبابها كذا وكذا، أنا بوصي بكذا، بوصي باستبعاد مثلا أسباب المشكلة دي اللي سبب المشكلة دي 1 2 3، بوصي باستبعادها. ممكن التوصيات دي تكون ابتكار،
يعني الابتكار بتاعي انا بوصفه واقول ان هو ده يحل المشكله. يعني انا الناس بتسافر مسافات بعيده، فانا اخترعت العربيه عشان الناس ما تتعبش وهي مسافره، اخترعت القطر عشان الناس تركبه وتروح مسافات كبيره او تسافر الاف الاميال. هو ده ان التوصيات بتاعتي. لازم انا يبقى عشان عندي بحث علمي لازم يكون عندي مراجع، لازم يكون عندي تاريخ للمشكله بتاعتي، وممكن ما يكونش عندي مراجع على فكره، ودي صدفتي وانا بعمل الدكتوراه بتاعتي، النقطه بتدرسها لاول مره. لكن اياك تكتب وانت بتكتب تقول لا يوجد مراجع، لان في حد علمك انت لا يوجد. اوعى تستخدم الالفاظ المطلقه في البحث العلمي، حذاري. تكتب نادره لم يصل اليها الباحث، لم يصل على حد علمي بس، لكن اياك ان تستخدم الالفاظ المطلقه في البحث العلمي، لانه لا يوجد مطلق على الارض، فالمطلق هو الله سبحانه وتعالى، لا يعني واحد لا شريك له، لكن ما فيش حاجه تانيه واحد لا شريك له، لا هو ربنا بس سبحانه وتعالى. فاحذر استخدام الألفاظ المطلقة في البحث العلمي. لازم تكون بحثك موثق بمراجع موثقة أصيلة تقدر ترجع لها في أي وقت، ما تكونش مراجع ليست ذات قيمة، لا تكون مجلاتك العلمية رصينة، تكون رسائل ماجستير ودكتوراه من جامعات محترمة، زي الحمد لله رب العالمين كل جامعات مصر جامعات محترمة ومصنفة بغض النظر عن الترتيب الدولي، لكن مصر بتقدم محتوى علمي ممتاز، والدليل تفوق المصريين في الدول العالم كلها، وحصول المصريين على منح، عدد كبير جدا من المصريين بيستحوذوا على اكبر عدد من المنح في الخارج، ده مش هيحصل الا اذا كان الجامعات المصريه بتقدم مستوى علمي عالي. الملاحق ده ان وجدت طبعا، اذا كان فيه بتحط، ما فيش ما بتحطش، هي مش اساسيه، ودي بتبقى في الاخر، ودي غالبا بتبقى عباره عن جداول بيانات او خرائط او رسومات بيانيه. اخيرا عوامل الكتابه الناجحه، احنا كل ده كنا بنكتب بس، خطوات انا محتاجاها. طيب تبقى ناجحه امتى؟ كل اللي فات دي عوامل بس ناقصها ايه؟ انا كتبتها بس ممكن ما تكونش يعني ما تسعدش اللي بيقراها. ليه؟ لان انت ما عندكش دقه في الكتاب، انت عندك مشكله شديده جدا وحلتها وحللتها ومظبوط، وانت بتكتب اسلوبك اللغوي ما كانش غير دقيق. يبقى انت لازم يكون عندك دقه لغويه، وأول الدقة اللغوية اللي أنت المفروض تحصل عليها هي لغتك الأم، بغض النظر عن اللغة التي تستخدمها في كتابة البحث، لأن إذا أنت تملكت لغتك الأم جيدا استطعت أن تترجم لأي لغة في العالم بنفس الدقة. احذر أن تهمل لغتك الأم، لغتك الأم أنت تتكلم مثلما تفكر. لغتك الأم، ما هي اللغة؟ اللغة كما يعرفها علماء الفلسفة هي الفكر المنطوق، أنا بفكر وبتكلم، هي دي لغتي. طب لغة أخرى، أنا بترجم أفكاري. إذا لم أكن متملك من لغتي الأم أنا لن أستطيع أن أنجز أي لغة أخرى. لازم يكون عندي اسلوب تعبيري كويس، عندي جزاله في التعبير، عندي بستخدم الفاظ تليق بالبحث العلمي، ما تكونش كلماتي سطحيه، انا بستخدم البحث العلمي، البحث العلمي لغه راقيه، وبالتالي لازم يستخدم كلمات ومفردات على نفس المستوى. وشكرا لكم.
أمركم في أي سؤال. شكرا جدا لحضرتك يا دكتورة على المحاضرة القيمة دي، شكرا جدا لسيادتك. يا ريت الدكاترة، الدكتورة قالت مجموعة من الملاحظات الدقيقة جدا في كتابة سواء كان الرسالة دكتور إبراهيم، صوتك راح، الصوت بيقطع عندك. حضرتك سامعني ولا ايه؟ انا الصوت بيقطع. لا مش سامعك، صوتك بيروح ويجي. يبدو الشبكة عندك، الشبكة عندك مش مظبوط، صوتك بيروح ويجي. هو الصوت بيقطع عندي انا يا دكتور ولا عند حضرتك؟ لا عند حضرتك، انا قاعده في مكان محدد وجنبي راوتر مش بتحرك من مكاني. يعني لو في اي سؤال من الساده الحضور شرفتونا طبعا، تحت امركم في اي سؤال، تحت اي امركم في اي افكار تحبوا نعمل لها محاضرات، زي ما تحبوا اللي انتوا عايزينه. ايه يا دكتور ابراهيم، يبدو أن الدكتور إبراهيم خرج من المحاضرة نتيجة سوء الإنترنت. لو في أي حد عايز يسأل تحت أمره. يسأل فين؟ تمام يا دكتورة، أنا هفتح الشات للجميع واللي عنده أي أيوه سؤال يبدأ يسأله. تمام؟ اتفضل. في دكتور مدحت عايز يسأل. السلام عليكم. دكتور مدحت رافع ايده. ماشي، هناخدهم واحد واحد يعني. مش انا شايفاه بس. حاضر يا دكتور، انا هاخد من على الشات ومن واللي رافع ايده في نفس الوقت. تمام 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 اتفضل يا دكتور مدحت. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور مدحت؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. شكرا على المحاضرة القيمة أولا. ثانيا يا دكتور، نتمنى إن شاء الله يكون في محاضرات تانية تخص الاستبانات لأغراض البحث العلمي والتحليل الإحصائي لأغراض البحث العلمي. أتمنى يكون في محاضرات إن شاء الله قادمة، كنت متوقع إن دول يكونوا موجودين من ضمن الكورس يعني. حاضر حاضر بإذن الله، هنتناقش مع الدكتورة إيناس والدكتور إبراهيم. وحاضر شكرا شكرا جزيلا. ان شاء الله دكتور مدحت باذن الله حاسين في نهايه الكورس كده، بس انا ما حطيناهاش في الاعلان. ان شاء الله الرحمن اتواصل مع اكتر من دكتور في الاحصاء وهنعمل جزء محاضرتين او اكثر باذن الله بعنوان ان شاء تحليل الله. الاحصاء باستخدام البرامج المختلفه سواء السي بي اس اس او برنامج الار او الايفس او ما شابه ذلك باذن الله عز وجل، ان وهنشوف شاء الله. بيخدموا شكرا شكرا يا باشمهندس. احترام الكابتن يا دكتور باذن الله. دكتورة في دكتورة دكتورة بس ما بتقول يا ريت توضح لنا كمان الدقة والتحديد اللغوي وإيه معنى التحديد اللغوي؟ إيه يعني اللفظ بتاعي أو المصطلح بتاعي مفهومه إيه في اللغة؟ بمعنى لما احنا كده كنا بندرس في العربي زمان يدونا قطعة كده ويروح مطلع كلمات يقولك ماذا تعني؟ ما معنى هذه الكلمات؟ اذكر معنى ما تحته خط. هو ده التحديد اللغوي، مدلولك في اللغة، لغة المجتمع، اللغة اللي المجتمع اللي انت فيه بيستخدمها، مدلول الكلمة ايه، مفهومها ايه، لما انت بتسمعيها بتفهمي ايه وانت في البيت وانت في الشارع وانت في اي وضع، لما بتسمعي الكلمه دي بتفهمي ايه. هو ده المدلول اللغوي، مدلولك عن الكلمه لغويا يعني مفهومك اثناء استخدامها في اي وضع بين جميع افراد مستخدمي اللغه دي، هذه اللغه بالتحديد. تمام يا دكتوره. في دكتوره بتقول لو انا عندي فكره بحثيه وعاوز اطبقها بس ما عنديش العلم ولا الخبره البحثيه الكافيه لكده، المفروض اعمل ايه؟ تحصلي على الخبره الكافيه دي اولا لازم نبقى عارفين، عشان ننتج بحث علمي لازم نكون متعلمين اكاديميا كويس، يعني كون خدت خطوات التعليم الاكاديمي من بدايتها، حصلت على التعليم الابتدائي فالإعدادي فالثانوي فالكلية في البكالوريوس، ثم أبدأ في خطوات في البحث العلمي بأن أنا أحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أعمل بحث بعد الماجستير والدكتوراه، أن أنا أكون أخذت كل الخطوات اللازمة أكاديميا وهي جميعها خطوات مادية، أي أنك تذهبي إلى المدرسة، تذهبي إلى الجامعة، تجلسي مع أستاذك، تتحاوري مع أستاذك، تطلعي الاطلاع 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 في شتى العلوم في شتى المعارف. لابد أن تعلموا أننا حينما نحصل على الدكتوراه فإننا نحصل على دكتوراه الفلسفة أولا، ثم اسم العلم الذي تحصلين عليه في الدكتوراه. فأنت تحصلين على دكتوراه في فلسفة العلوم من كلية العلوم، فلسفة القانون من كلية الحقوق، فلسفة العلوم الزراعية من كلية الزراعة، والتمام فهمتي؟ فأنت أولا تحصلي في الدكتوراه بالتحديد على دكتوراه الفلسفة، فلسفة إيه؟ فلسفة العلم المتخصصة فيه. لكي تحصلي على دكتوراه الفلسفة لابد أن تكوني مطلعة على في شتى العلوم، في علمك بتعمق والعلوم المرتبطة وعلم الفلسفة بالتحديد، لكي تفهمي ما قلت كل ما قلت عن المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي والمدلول الإجرائي. تمام يا دكتور. يعني الدكتورة بتنصح بالاطلاع والقراية، خاصة لو سيادتك برضو أكدت على موضوع إن أنا أكتب بأسلوب، ودي ما بيجيش غير لما تطلع على أكتر من سواء لو كان في بيبرز أو رسائل علمية، كل ما بتطلع كتير بتتعلمي تاخد لغه جديده، بتبدا الباك جراوند اللي خدتيها بتبدا ينبذ من عند حضرتك في الكتابه.
تمام. في دكتورة بتقول يا دكتورة ما هي برامج البلاجريزم وايه النسبة اللي مسموح بيها؟ البرامج يعني دي بتبقى على حسب المجلة، كل هو في برامج كتير وكل مجلة ليها البرنامج بتاعها، وفي مجلات بتطلب برامج معينة للبحث للكشف عن الاقتباس، لكن يعني أنا هنا مثلا بالنسبة لنا عادة ما بيزيدش عن 15%، غير مسموح بأكتر من 15%. تمام يا دكتورة. في دكتورة بتقول سؤال هو توضيح ازاي ملخص البحث يسبق متن البحث، ملخص ازاي بيسبق المتن؟ ما فيش مشكلة انك تكتبي نبذة عن بحثك اولا وتلخصيه، وبعد بحيث ان اللي بيقرا يبقى هو عارف داخل على ايه، بتدي له فكره عامه وبعد كده يقرا بالتفصيل. احنا بنتكلم على البحث مش بنتكلم على الاطروح، خلي بالك، مش بنتكلم على رساله الماجستير والدكتوراه. تمام يا دكتوره. في دكتور نور او دكتوره نور بتقول هل هناك فرق بين البحث والورقه البحثيه؟ أنا قلت ده في الأول، قلت الورقة البحثية مجرد فكرة لم توضع قيد البحث ولم يتم اختبارها ولم يتم قياسها، أما البحث هو فكرة بحثية وضعت قيد البحث، تم وضع الفروض وتم قياسها واختبارها والاستنتاج ووضع توصيات ليها، فالبحث مختلف. انا قلت الكلام ده في الاول عشان كده انا عارفه الناس عندها خلط في الموضوع ده، الناس بتخلط ما بين الورقه البحثيه والبحث. يعني الورقه الورقه البحثيه البحثيه والبحث والاطروحه الثلاثه اوراق علميه. تمام يا دكتور. في دكتورة أسيل بتقول كيف نكتب الريفيو ارتكل او ريفيو بيبر، هي كاتبة كده كيف نكتب بحث المرجعية وكاتبة جنبها ريفيو بيبر، وما هي أنواع الورق البحثية؟ احنا نعمله محاضرة تانية يا دكتور إبراهيم. ايوه يا دكتوره، الاسئله دي اصلا لوحدها التايتل نفسها ياخد محاضره واثنين. ايوه يعني كده كيف تكتب ريفيو بحث، يعني البحث الريفيو ده يعني له برضه خطوات لوحده. صحيح صحيح. يعني ده عايز محاضره لوحده. اما الورقه البحثيه انا قلت في المقدمه ان هي الورقه البحثيه عباره عن فكره. تمام. هي دكاتره دي محاضرة، يعني حضراتكم بتحطوا أسئلة المحاضرات أصلا، في منها إحنا عاملينها وفي منها تايتل نفسه عايز محاضرة غير محاضرة الدكتور. يعني في دكتورة بتقول ممكن كيفية اختيار المجلات والكتب الرسمية التي ممكن تستند فيها في المراجع وتكون حضرتك غير مزيفة. دي يعني شوفي، بنك المعرفة قتل الموضوع بحثا. صحيح. قتل الموضوع بحثا والله. بس دي برضه عايزه محاضره، دي برضه عايزه محاضره. بالفعل وعاملين لها دكتوره محاضره مع الدكتوره هبه ان شاء الرحمن، هتبقى ان شاء الرحمن للمحاضره الجايه اللي بعديها كيفيه السيرش بقى على المواقع العالميه ومنهم بنك المعرفه المصري، عاملينه باستفاضه ان شاء الرحمن للمحاضره دي باذن الله. تمام باذن الله. كيف نكتب ملصق اكاديمي ناجح؟ نتكلم على البوستر. ما عنديش فكره. ما درستوش. يعني مش هكتب كل حاجه يا جماعه، مش هكتب كل حاجه، بالعكس انا عايزه محاضره فيه. صحيح. هو دكاتره انا لو عملت محاضره ابقوا قولوا لي عشان احضر. ان شاء الله الرحمن نعمل حاجه زي كده. هو الفكره في ان البوستر انا حضرت يعني، ودي مش فاتوه، لا انا شفته نفسي
ادينا حاجه زي كده يعني استاذ الدكتور اتكلم دقيقه فيها. يعني هو البوستر شبيه بالبحث، ولكن هو بيعرض مشكله وحلها في حاجه صغيره جدا، يعني مش مكملين يعني في اصل زي ما بيقولوا. بالظبط في اصل هو واهم حاجه والعامل الرئيسي في نجاح البوستر صوره توضيحيه او جرافيك، وبيبدا يشرح حاليه الموضوع مش كتاب. الموضوع انا عندي مشكله بصمم لها جرافيك معين، ببدا اشرح الجرافيك ده، ما بكتبش بقى، ما بقعدش ادش زي الريفيو ارتكل، ما بعدش ما بتكلمش باستفاضه عليه، لا انا عندي مشكله حصلت ببدا احلها. طيب افضل اكتب ده كله؟ لا، الجرافيكس احيانا سواء كان فلو شارت او مشابه بيبدا يوضح لي كل حاجه، فهو بيحطها بتصميم معين، مش وبس، برضه تصميم معين ويبدا يوضح. وخاصه البوسترز دي يعني بتبقى منتشره كتير جدا جدا في المؤتمرات، يعني انا لما حضرت اكتر من مؤتمر كانوا عاملين حاجات زي كده. تمام، في اسئله تاني؟ في دكتوره بتقول هل افضل يتم فصل النتائج والمناقشه في كل منهما على حده؟ طبعا طبعا، انا بعد ما بحلل بطلع النتائج بتاعتي، بكتب عنوان كده اسمه النتائج، انا توصلت نتيجه البحث الى كذا وكذا وكذا. تمام يا دكتوره. ان الظاهره مثلا ترتفع بمعدلات كذا، تنخفض، بتتأثر بكذا، ووجدت أن العوامل كذا وكذا وكذا تؤثر على الظاهرة محل الدراسة اللي هي المتغير التابع بتاعي، لأن أنا بكون عندي مشكلة بدرسها هي المتغير التابع، المشكلة بتاعتي هي المتغير التابع. طب إيه أسبابها؟ بدور على اللي بيأثر عليها، هو ده المتغير المستقل بتاعي، فبشوف أثر المتغيرات المستقلة اللي هي الأسباب على المتغير التابع اللي هي المشكلة أو الظاهرة. يعني مثلا هنقول ظاهرة إيه؟ الهجرة مثلا من الريف للحضر، دي ظاهرة، دي مشكلة. طب إيه اللي بيسببها؟ دي المتغير التابع بتاعي. إيه اللي بيسببها؟ يبقى في متغيرات مستقلة بتأثر عليها. إيه هي؟ مثلا انخفاض معدلات الدخل في الريف، ده بيسبب الهجرة من الريف للحضر. سوء الخدمات، ما عندهمش طرق معبدة، ما عندهمش مواصلات عامة زي اسكندرية والقاهرة، فبيمشي مسافات طويلة وبيبذل مجهود كبير عشان يحصل على أي خدمة. انخفاض مستوى التعليم، لأنه ما عندوش مدارس، ف لازم يبقى دي اللي انا بكتب الكلام ده كله، دي النتائج بتاعتي بعد ما بحقق الظاهره واسبابها، بشوف ده بيسبب ده، هي دي النتيجه بتاعتي، هي دي المناقشه بتاعتي، ان كذا وكذا وكذا بيأثر على الظاهره بتاعتي، هي دي النتائج بتاعتي. توصياتي اقول بقى، توصياتي ان انا احل المشكله دي، اقوم ايه؟ انزع الاسباب، انزع الاسباب اللي بتسبب المشكله. تمام يا دكتورة، تمام. بالنسبة للدكاترة اللي بيسألوا على شهادة حضور، احنا هنعمل يعني شهادة في نهاية الكورس كله، يعني بعد ما الكورس كله ينتهي يبقى في شهادة، يعني يبقى بمبلغ بسيط جدا جدا للي حاضر واللي عايزها فقط، يعني اللي يكون شرط حاضر وعايزها فقط. خدت بال حضراتكم الكورس عملناه كله للفايدة، الفايدة مش أكتر، اللي عايز شهادة مش عايز دي حاجة تانية خالص، يعني احنا الهدف منا من الكورس ده إفادة جميع الطلاب والباحثين في كل التخصصات دي بالنسبة للشهادات وكده. يعني احنا بنشكر الدكتور ضحى على المحاضرة القيمة دي، شكرا جزيلا جدا لحضرتك يا دكتورة، وشكرا جدا لجميع الحضور الكريم، ونلتقي ان شاء الرحمن في المحاضرة القادمة ان شاء الرحمن يوم الاثنين القادم بإذن الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا دكتور إبراهيم، شكرا دكتورة إيناس، شكرا لمنصة علماء المستقبل، ودايما في تقدم ورقي ومزيد من العلو ان شاء الله. شكرا، شكرا جدا لحضرتك، شرفتونا. لا اكثر دكتور احمد، شرفتنا، شكرا جدا لحضراتكم يا دكاتره. السلام عليكم. سلام.